ver y en ver trae geometría vamos en cuenta el nivel es mismo al al te voy a hay que usar la silla a la axis que es mejor de عشان لما تحل بنفس الطريقه اللي انا هحل بيها قدامك تسهل عليك معاك. لو حبيت الدوال المثلثيه العكسيه وقعدت تحفرهم كده على عناهم هم الخطأ. حاول تستخدمهم. انا بحسن لك بالله ان انا ما حفرتش. انا هستخدمهم قدامك لما يطلعوا ربنا يستر. انا مش هقعد احفظ الكميه دي كلها. طيب اول داله هجيب الانفيرس بتاعها ثالث الصايد. طيب جبريلا يا جماعه لو انا عاوز اجيب الانفرس للثالث كنا بنجيب الانفرس لثلاث خطوات. اول خطوه هخلي الاكس دي يا جماعه في طرف. طب عشان اتخلص من الصايد دي باخد ايه؟ باخد صايد ماينس 1 يبقى صايد ماينس 1 1 يساوي مين؟ يساوي اكس. هو انت يعني عاوز تفهمني ان ساين ماينس 1 افتح كوس ساين اكس تساوي ساين افتح كوس ساين ماينس 1 اكس تساوي اكس؟ ايوه احنا قلنا ده تاثير الانفرس. طيب هاجي اشيل الاكس دي واحط بدلها واي واشيل الواي واحط اكس يبقى واي تساوي ساين ماينس 1 مين؟ ماينس 1 اكس. ادي الانفرس جاب ريا ادي المعادله. طيب واحد يقول لي انت هتجيب الانفرس الثالث الصايد كلها هو مش كان في شرط عشان اجيب الانفرس اللي ده لازم تكون 1 تو 1 1 تو 1 يعني لو خدت خط قطب ينفع يدلك ايه؟ طب ما سيادتك داله الصايد دي داله كبيره قوي يعني داله الصايد ده اللي عامله كده ثالث بار زيرو بار اثنين بار اقصى حاجه زائد واحد وناقص واحد. عاوز تفهمني حضرتك هتجيب لكل دي لا اهم جزء وحده صغيره تكون واحد واحد وليكن الجزء ده كده. يعتبر من سالب باي على اثنين ايه؟ انا هعيد عليه بالاحمر لا يجيب له الانفيرس. يبقى الانفيرس اهو هروح واخد الجزء ده هو اللي هيجيب له الانفيرس. طيب هروح ايه؟ لازم محاور جديده. اول حاجه برسمها في الانفيرس الخط ايه يا جماعه؟ واي يساوي ايه؟ اكس. اول حاجه الدليل بتاعي واحد يقول لي طب افترضنا ما رسمتش صح ان هو يساوي اكس هتديني عليه ضرب؟ اه طبعا هتديك عليه ضرب. ما هو ده جزء من الحل. واحد يقول لك انا رسمت الداله غلط والانفرس غلط. ما هو لو رسم الداله غلط والانفرس غلط. بس الحمد لله رسمت هو يساوي اكس. بيديك حاجه طبعا ما هو جزء من الحل. طيب يبقى اول حاجه واي يساوي اكس. تعالى نرسم الجزء ده. انا هرسم الداله بلون والانفرس بلون. هتلاقي الساين اهي الجزء اللي هجيب له الانفيرس من سالب باي على 2 لباي على 2 هلفه حوالين واي يساوي اكس. هتلاقي الانفيرس عامل كده الجيل ظهرهم لبعض ده ازرق اقصى حاجه هنا كانت موجب واحد واقل حاجه كانت سالب واحد بنعكس الدومين رينج والرينج دومين. طيب ديت كان الرينج بتاعها موجب واحد لسالب واحد يبقى الدومين ده النقطه دي ايه؟ موجب واحد والنقطه دي سالب واحد اللي فوق دي تبقى باي على 2 واخر حاجه هنا سالب ايه؟ ادي الانفرس هتخنها شويه كده او انا ما
اوعى تنساها بقى. دي ساين ماينس 1 اكس ودي ساين اكس. ادي يا سيدي دلك الساين والساين ماينس 1. وعرفتك ان انا واحد بيقول لي طب انا في الامتحان خدت من باي على 2 ل 3 باي على 2 خدت الجزء ده وانا بينفع ينفع. بس عرفنا انت واخد الدومين جنيه جنيه. يعني انا هنا كده ممكن اعمل جدول صغير اهو ادي الدومين وادي الريتش ادي ساين اكس وساين ماينس 1 اكس. الساين اللي انت خدتها كان الدومين من سالب باي على 2 لباي على 2 والرينج كان من سالب 1 ل 1 اعكس يبقى سالب 1 ل 1 سالب باي على 2 لباي على 2. يعني انا ممكن اخد اي جزء واعكسه اي فيه بس عرفنا انت واخد اي جزء خلاص. يبقى ادي الساين ماينس 1. نيجي نمسك الكوساين تاني جنب عاوز اجيبها جبريا اخد كوزاين ماينس 1 يبقى كوزاين ماينس 1 واي تساوي ايه؟ اكس. يبقى اذا الواي بتساوي ايه؟ كوزاين ماينس 2 اكس. ادي جبريا دي سهل. طيب يا سيدي لما جيت ترسم الكوزاين كانت عامله فاكر النقطة دي سالب باي على 2 باي على 2 3 باي على 2 فاكر النقطة دي باي فاكر النقطة دي صفر فاكر دي سالب وكانت أقصى قيمة هنا 1 وأقل قيمة هنا إيه؟ أنا هاخد جزء 1 2 1 تعالى شوف كده هاخد منهم إيه رأيك في الجزء اللي أنا هعمله ده؟ انا هاخد الدومين من صفر ليه يا جماعه؟ من صفر لباي، حدد لي الجزء ايه؟ طيب الرينج بتاعه يبقى منين لفين؟ من سالب واحد ليه؟ تعالى نحطهم على محاور جديده. اهو. اول حاجه هرسم واي يساوي اكس، تاخد على درجات ان شاء الله. أول حاجة توقع الثاني. على موقع الثاني. النقطة اللي فوق دي مهمة. والنقطة دي كام؟ باي على 2. والنقطة دي باي. إيه تاني؟ النقطة دي هنا تحت إيه؟ تعالى نعكس بقى. شوف بتعكس. النقطة دي على محور الواي مقدارها كام؟ لما انزلها تحت يبقى على محور الاكس ايه؟ واحد يجي يقول لي النقطة دي احطها هنا شمال الباي على 2 ولا يمينها؟ هي الباي على 2 الباي كام؟ 3 و14 نصها يبقى كام؟ 1.5 1.6 من 10 صح تقريبا؟ 1.7 ماشي 1.5 المهم ان الواحد اصغر من الباي على 2 ولا اكبر؟ اصغر يعني الواحد يكتب. طيب يبقى النقطة دي جت لي. باي على 2 دي لما اقلبها تيجي باي على 2 فوق ولا تحت؟ فوق. ادي باي على 2 اهو. وانا جاي موصل النقطتين دول اهو. اجي للنقطة دي احداثياتها ايه وايه؟ باي وايه؟ الانفرس بتاعها يبقى سالب ايه؟ سالب واحد وباي أربعة عليك وتسلم لبيبه. باي طبعا واقع فين؟ فوق وادي سالب واحد. يبقى النقطة دي صورتها فين؟ واروح جاي عامل المنحنى بتاعي يبقى عامل ازاي؟ يبقى عامل كده. اعمل فيه انسيابية بس يعني ايه؟ على وشك. وتروح جاي عامل الجدول الصغنن ده الصغنن اهو. دومين رينج كوزاين كوزاين ماينس 1. ايه رايكم دلوقتي؟ دلوقتي صعبه ولا سهله؟
هعملها تاني. تاني يا جماعة. الكوزين كلها هي. خد حتة. تكون وان جوان. يعني طب بالله عليك واحد ينفع في الامتحان ياخد ايه دي؟ ولا ياخد اللي تحت دي؟ ولا ياخد دي كلها؟ انا اخد حتة من فوق مع حتة من تحت. انت بالامتحان خد اللي يعني انا دلوقتي بديك مثال. لكن انت لو شغال صح خد اي جزء بس اديني دومينو رينج عشان مش الاقي واحد رازمها لي كده في الهواء مع نفسه وجايب الانفرس مش هاخد اي بيانات. ليه بقى؟ يعني ايه جابت المنحنى بس ما جابتش الاحتزاز؟ زميله كان بيشتغل. المنحنى سهل تشوفه لكن الاحتزازات خطه صغير فراح سايبها كده. انا بدل ما احط احتزازات واضحه ثلاثه. فيا جماعه لو سمحت حدد لي انت واخد منين لمين؟ انا خدت الجزء الاحمر ده. تعالى يا سيدي. ادي واي يساوي اكس. ادي الداله ويا ريت ترسمها لي بلونين. خد لون ازرق ولون اسود معاك يا فرحنا يا اخي بره. مفيش حاجه تفرح في الماده. طيب. مفيش حاجه تفرح. يا جماعه هاجي على واي اول حاجه واي يساوي اكس. واروح نسال خد الحته دي لوحدها اهي رحت جاي حاططها حط لي احداث النقطه دي ودي ودي. طيب تعالى يا سيدي النقطه اللي على محور الواي احداثياتها ايه؟ صفر وواحد كده هنا واحد وايه؟ طيب النقطه دي احداثياتها باي على اثنين وصفر يبقى هنا صفر وباي على ايه؟ وتروح جاي موصل المنحنى بتاعك. نيجي بقى النقطه دي احداثياتها باي وسالب واحد اروح هنا واخد سالب واحد وباي هتبقى فوق هنا كده ودي المنحنى لايه؟ الانحناء بتاعه. سهل انا شايف ان الموضوع مش محتاج انا والله ما حافظهم مش حافظهم فعلا وبدليل في حاجه انا ممكن اخد الجزء ده واجيب له عادي اروح حاطه وقالب النقطه دي. الموضوع سهل ما تقعدش تحفظ يعني تحفظ في ايه على ايه؟ ما تحفظش كميه كبيره. نيجي للتاني. نعم نعم. في الكوزين من صفر الحته الصغيره دي كده لازم تاخد اكبر جزء وانت جزء. هو هنا صح يعني هو اسمه الكوزين. طب انا بدل ما اخد الحته الكبيره دي اروح واخد الحته الصغيره بزور الباي على اثنين واقلبها. اه ممكن بس هو المتعارف عليه انك بتاخد اكبر جزء وان تو وان. اكبر جزء وان تو وان. هو اللي انت خدته ده مظبوط؟ يعني في الامتحان ايه؟ هتبقى على حسب المصحح. انا هنا واحد مش عارف ايه اعمل ايه. يعني هتبقى ايه؟ تقديريا. لكن طب ليه ما تلعب في المنطوق؟ مثلا حتى شكلها حلو كده تحس زي موج البحر. شكلها حلو. طيب نخش على التام بقى. بس هي انت هتحل بنفس الطريقه دي تحفظ الخطوات كويس قوي قوي عشان لما تيجي تذاكر سهله. واحد يروح حاطط السته والسته العكس ويروح حاطط على راسه يصدع يقوم شويه ويرجع يحفظ ينسى ويجي ثاني يوم كانه اول شاف. انت تحفظ غلط حتى لما تحفظ احلى. تان اكس انا حافظها. تان دي عامله ازاي؟ هي التان عامله ازاي؟ مش هي التان؟ مش هي ديت؟ تتوقع هاخد ايه؟ يعني اقرب حاجه بالله عليك لو انت ما تعرفش هتاخد الفيلو دي من سالب واحد على اثنين بعض 1 تو 1 ولا مش 1 تو 1؟ 1 تو 1. اوكي يا سيدي تعالى نرسم. انا هاخد الداله روح اعملها لي بره كده تقول لي اهي ادي الداله اهي ادي باي على اثنين وادي سالب باي على اثنين ادي الداله. طيب لو حبيت ارسمها على نفس الشكل مش الدومين يديني برنج والبرنج يديني الدومين هي دي مجالها منين لفين؟ بالنسبه للانفرس تبقى ايه؟ تبقى رينج صح؟ يعني هاخد كده
الواي على بي واخد تحت ايه عد الرينج اللي انا محكوم بيه. طيب الرينج بتاع دي كان ايه؟ يبقى الدومين بتاع الانفيرس ايه هو اللي ايه؟ كانت بتمس مين؟ كانت بتمس باي على 2 هنا وتمس سالب باي على 2، هتلاقي الجمله الجديده لو انت مسكت الجزء ده قلبته حوالين واي يساوي اكس هتلاقي عندي انا الخط اللي بينهم اهو. تعالى اقلب هنا ده عامل، انا عاوز طبعا اقسمه لوحده لان انا ما برسمش مقياس رسم. ادي باي على 2 وادي سالب ايه؟ شكله عامل ازاي؟ ادي كام ماينس وادي عاوزين شكل سهل. مسكت الشكل ده ده رحت قالب ده كده تحت وضربت قلب فوق الخط هيديك ايه؟ تم ماينس 1. تاني تم ماينس 1 سهله ما تتوهش بقى. الانفيرس بقى من الدومين رينج والرينج دومين ديت كان الدومين بتاعها من باي على 2 لسالب باي على 2، يبقى لازم احدد الرينج الاول. طيب الرينج بتاعتي كان من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، هيبقى الدومين بتاعي من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه يعني بزيرو. وبعدين المنحنى واقع داخلهم بين الباي على 2 وسالب باي على 2 من جوه، يبقى برضه المنحنى جوه بيمس ده من فوق اهو باي على 2 وبيمس سالب باي على 2 من تحت. انا شايف الكم انا صار مش فيها حاجه. الكوتات بقى اللي فيها شغل شويه. الكوتان انتوا حضرتوا شكل الكوتان ولا لا يا جماعه؟ الكوتان دي ايه على ايه؟ كوتان على ايه؟ يبقى هي غير معرفه عند مين؟ عند اصفار مين؟ واصفار الساين اللي هي ايه؟ عشان الناس اللي لغايه دلوقتي عندها مشكله في مساله الكوتان. ادي الصفر اهو. اصفار الساين ايه يا جماعه؟ زيرو وايه؟ مش هي دي اصفار الصين وسالب مين؟ طيب ادي يا سيدي سالب بار ودي مين؟ وديت انا قلت لك الكوتان مخصص مين؟ الكوتان ده كده الكوتان هتبقى عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ كده صح؟ تتوقع انا هاخد اي جزء؟ هاخد حته كده اعمل لها انفيرس. اسهل حاجه بالنسبه لكم كلكم تاخدوا منين لمين؟ يعني هتاخدوا الجزء ده كده. ادي زيرو ادي باي عامله ازاي؟ طبعا دي تبقى باي على ايه؟ باي على ايه؟ ادي الحته اللي احنا هناخدها. لما تيجي تقلبها بقى شفت شكل التاب ماينس 1؟ طبعا فوق هنا هيبقى ايه؟ الدومين من زيرو لايه؟ يبقى الرينج هنا من زيرو لايه؟ التاب ماينس 1 كانت عامله ازاي؟ صح؟ تتوقع الكوتان تبقى عامله ازاي؟ ادي الكوتان عكس النقطة دي تبقى باي على 2. دي كوتان مين؟ ايه رأيكم يا اخي الكتاب مش مرسومة؟ انا حبيت اديك السهله دي الاول عشان لو حد شافها في الكتاب هتستغرب شكلها. في الكتاب الدكتور راح واخد انهي بقى جزء؟ راح جاي واخد ديت اللي تحت مش شايف دي كده؟ وراح واخد الجو ده راح واخد حته من فوق وحته من تحت كده حوالين السيف. النقطه دي تبقى كام؟ والنقطه دي تبقى كام؟ الناس اللي معاها الكتاب بقى بص هتشوف الكلام ده بقى. طيب هنسيبها فين؟ همسح ديت ولا اسيبها؟ لا انا عاوز اكتب ديت كده فين؟
هنا دي لا لا الشمال عشان الناس ما تتلخبطش انا بس اللي هيعمل ديت او ديت اللي جابه صح انا رسمت ديت لان كلكم هتفكروا فيها كده بس تروح الكتاب هتلاقي حاجه انت مش هتفهمها الكتاب راح واخد ايه راح واخد الجزء ده كده خد بالك بقى ادي بوي وادي ثالث بوي وادي زيرو حاجة كويسة قوي في الكتاب هتحفظ بيها الرسمة دي بص كده هو خد الجزء المهم طيب اللي انا عامله الاحمر ده هو خد الجزئين دول النقطة دي احداثياتها كده وايه؟ والنقطة دي احداثياتها ايه؟ وايه؟ راح جاي بقى ايه الفها ازاي بقى؟ هتشوف في الكتاب شكل ايه غريب شوية بس هو مش غريب بالنسبة لي ولا حاجة امسك الجزء اللي يليق الصفر احنا زياد النقطه دي كده عباره عن 2 و6 الانفرس بتاعها هيبقى 6 و6 اوكي اوكي طيب الراس بتاعتي المشحنه ده عند النقطه دي بيمس مين؟ ده محور ايه؟ لما يقيس الانفرس الموجود اللي ده محور مين؟ يلاقي الكتاب عامل لها طب الجزء ده النقطة دي احداثياتها سالب باي على 2 وزيرو تبقى بالانفرس ايه؟ صفر صفر وايه؟ وبيمس مين هنا؟ يبقى هنا يمس هو اللي يمس محور الواي يبقى هنا يمس محور مين؟ شفت في كتابك يا عم قول لي دي تحفظها ازاي؟ صح قال دي اسهل ولا دي اسهل؟ خلاص هي دي ديت كده مش موجودة في اللي بتنفع شفت الموضوع شايف ازاي؟ سايبين لك مساحه تلعب فيه انت ليه دلوقتي؟ فصانع الالعاب بتاعتك انت اختار وقول لنا اخترت ايه؟ بس اللي تختاره ده مش بينفع اظن الشكل ده سهل امسك النقطه باي على 2 وصفر هات صفر باي على 2 بيمس محور الباي باي مس محور الباي انا مش حافظ كده انت هتطلع ازاي مش حافظ هتطلع الشكل ده طيب يبقى احنا خدنا ايه دلوقتي؟ ساين ماينس 1 وزايد ماينس 1 تا ماينس 1 طب والله العظيم ده انا كامل وقفت في اعدادي الرسومات دي وخلصت اعدادي برضه فات ليه عروض بس الحمد لله ما عدتش عروض يعني خلاص جهزت تبرك على اول مره انك ازاي المعلومه تتفهم اول مره تذاكر المعلومه دي مهمه طيب فاضل لنا حاجتين مهمين كلكم بتحبوهم السيف والكونسيف انا نفسي بكرهها في المعركه سيب وكوتيك دول اخر بكرهم والله بكرهم بس اعمل ايه؟ يبقى لازم سيبه سيبه احنا هنمشي حته حته كده لغايه فوق ده يعني اشتغل كده طيب ماشي يبقى عارف وعلى حسب سرعه اللي جنبه في واحد بيبقى خايف يخش لما ايه دخل ومد هو راجل نفسه حاسس انه لو مشي لوحده كده هيدوم دايما يبص من حواليه ده في السؤال الاولاني والثاني والثالث طب انا بخش فيه دلوقتي هو حل بقى كلنا نمشي مع بعض بعد كل التجارب اللي صارت بدأت يعني طيب شوف شوف القادمون من الخلف أخطر حاجة القادمون من الخلف بص أنا
عاوز ابتدي منين؟ انا هبتدي سيجما يا جماعه. انا عاوز اجيب مين يا جماعه؟ لا انا مش هبتدي من السيجما ماينس 1، انا هبتدي من السيجما. قال لك والله برضه السيجما مش حافظها مش فاكر. السيجما دي واحد عليه. شوف انا هبتديها منين؟ السيجما دي بتبتدي بحرف ايه؟ يبقى المقلوب بتاعها السيجما. ده واحد على مين؟ هبتدي منين؟ يا نهار ابيض. انا هلاقي فيها واحد. بامر الله. في واحد حاطط السيك ماينس 1 بيخش على طيب. لو دخلت مع السيك ماينس 1 بيخش على طيب. هتلاقي في الامتحان مش عارف يكتب كده ولا هينش. لا انا اشوف هبتدي ازاي. يبقى انا السيك ماينس 1. انا هرجع عن السيك لا انا هبتدي وظل يا حبيبتي اللي كل الناس عليه. بس انت ممكن تقول لي يا حبيبتي احسن مني. وظل كل الناس عليه. تعالى بص كده. كوزين عامل ازاي؟ لا لسه طيب؟ مرض صحيح قوي. النقطة دي ايه يا جماعة؟ سالب جوه. والنقطة دي ايه؟ سالب جوه. والنقطة دي؟ ثلاثة ضايعة لي. طيب تعالى نرسم بقى السكة. مش السكة اللي هي المألوف بتاعها؟ تعالى النقطة دي احداثياتها كام؟ والنقطة دي طب انا اخد اللي فوق ولا اخد اللي تحت؟ ولا تنفع اللي فوق لوحدها ولا اللي تحت لوحدها؟ اخد حتة من فوق وحتة من تحت. شفت الايام اللي هي انا بقى حتى دي واجهين قلبنا فيها. ايه رايك لو انا خدت الحتة دي بص كده واخد مين؟ انت في الكتابة تشوف اشكال غريبة. شايف الحتة الحمراء هنا والحتة الحمراء هنا؟ حدد احداثيات كل نقطة. النقطة دي احداثيات يعني صفر وايه؟ صفر وواحد. والنقطة دي ضايعة على ايه؟ ضايعة على اتنين. والنقطة دي احداثياتها ايه بقى؟ باي وسالب واحد. باي وسالب واحد. تيجي نجيب الانفرس بقى للجزء الاحمر وركز معايا تاني. الموضوع سهل جدا جدا. ازاي سهل بقى؟ بص انت هتقلي بقى الجزء فيهم. شايف الاحمر ده؟ احداثيات النقطه دي ايه؟ لا هنا هنا صفر واحد. اثنين هنا ايه؟ واحد وصفر. دي واقعه فين؟ بتمس مين بقى؟ الخط ده اسمه معادلته اكس تساوي ايه؟ الخط ده معادلته ايه؟ طيب اكس بتساوي باي على 2 يبقى ده بقى بيمس مين؟ شفت انت اللي قلتها ولا ايه بقى؟ مش دي بتساوي باي على 2؟ فتوقع بقى يمس كده؟ يمس ازاي؟ اهو النقطة دي صفر وواحد بقت واحد وايه؟ بيمس مين؟ اكس بيساوي باي على 2 يبقى بيمس ايه اللي بقى؟ يبقى واي تساوي باي على 2 بيمسها اهو. تقدر ترسم الماس غير الشكل ده كده؟ مش هتعرف. طيب تعالى النقطة التانية. النقطة دي احداثياتها ايه؟ باي وسالب واحد. تبقى هنا ايه؟ سالب واحد تبقى فين دي؟ اه وباي هيبقى فوق هنا كده. ادي البول يبقى النقطة دي سالب واحد وايه؟ بيمس مين يا جماعة؟ اكس يساوي على 2، فين هنا واي يساوي على 2؟ شايف الشكل؟
على النقطة دي ونمس مين؟ دي مين يا جماعة؟ واحد يقول لي طب افترض انا خدت الجزء مثلا ده مع الجزء ده، خدت الجزء ده كده مع ده صح؟ وكده يبقى انا خلي بالك ان السيك ماينس 1 هتيجي هاخد جزء من فوق اهو جزء من تحت، امسك النقطة دي واقلب الاحتمالات بتاعتي. بتمس مين؟ بتمس اكس يساوي واي على تي، يبقى لازم انا يمس مين؟ واي يساوي واي على تي. طيب النقطة دي باي وسالب واحد، لا يبقى سالب واحد وباي. دي سالب واحد. وادي باي يبقى النقطة. يبقى راس المنحنى دي انا مسكتها، بيمس مين المنحنى ده؟ بيمس اكس يساوي واي على 2، يبقى بيمس واي يساوي باي على 2. سهل. جرب مع نفسك هتلاقيك بتطلعها صح. طيب. نعم. أصل أنا لو رسمت الاثنين على في واحد بيقول لي هل أرسم الاثنين على نفس المحاور؟ عاوز ترسم دي كده وترسم دي لوحدها ماشي. في ناس لما بيجي يرسم الاثنين على نفس المحاور بيتوه على فكرة. فأنت ممكن تعمل إيه؟ أنت رسمت دي وعرفت تجيب دي، يا إما تروح جاي على دي وحاطط واي يساوي إكس وتركب عليها السلة، أو تعمل محاور جديدة ترسم عليها دي تجمع عليها سلة. في ناس يقول لك بمجرد ايه؟ يقول لك لا اصل بيقول لي ارسمهم اون ذا سيم اكسيس على نفس المحاور، ولا بيرسم دي ولا بيرسم دي، يلخبط نفسه في رسم الدي ويقعد يعمل ويساوي على مين يرسم الانفرسي كود تاني. ارسم دي لوحدها الاول اهي، وارسم دي وارسم شكل جديد بالقلم والرصاص كده. طبعا في البيت مش عاوز حد يكتب بالقلم كده خالص. كده اذا كان منحنى زي كده تكتب ارسم واحد في الجنب وهنا في الجنب، لانكم هتنسحوا كتير يا جماعه. انا قعدت 5 سنين ما بكتبش من القلم ده خالص. اسمي بس بعد رسم بره من القلم ده. اسمي بره، اسمي بس. اللي جوه اكتب القلم الرصاص يفضل. انا بقول لك اهو بعد استيكه قلم رصاص لازم. هتغلط كتير. ما تكتبش من القلم الجاف كل شويه تروح تكتب وتقعد تدفع فعلك، لان احنا غالبا هيديك ورقتين وش مضبط. هتحل في نفس الورقه. سلمنا ورقه تفاضل وورقه تفاضل. مش مسموح في ورقه شويه. تقريبا معاك قلم رصاص مصغر خطك، امسح وظبط على قد المساحه اللي معاك. طيب نخش على دي يا جماعه. عفوا سيك ماينس 1 تتوقعوا هجيبها من عندي فين؟ شفت بقى؟ عشان ما تخلفعش بقى وتحفظ الكونسيك واجيب الكونسيك ماينس 1. انا عاوز مين؟ انا عاوز كونسيك ماينس 1. اقول له لا انا هبتدي من اول مين؟ هي كوسيك دي ليها واحد على مين؟ كل ده هتاخد عليه خطوات، انت لما ترسم لي سباين وتقلبها لي كل ده هتبقى عليه درجات. تجرح واحد بقى سالب على طرفه واحد داخل على الكوسيك مره واحده. وخير الله ما جعلك يتغلط. فاول القصيده كفر. بعد كده مش هيبقى فاتح دماغي طبعا. ف ابدا ابتدي من اللي انت عارفه. اي حاجه في الابتداء صحيح تاخد على ظهرك. فما تحاولش تتعافى قوي يعني. تعالى ننزل الصاين. الصاين عامله ايه؟ النقطه دي ايه؟ دي ايه؟ وديت وديت من بره الكوسيك كانت عامله ازاي؟ بلاش لحظه خلينا في لحظه. الكوسيك كانت كل اظن كلكم بقيتوا اساتذه فيه. عمالين بتتحرك. ادي مين؟ ادي الكوسيك اللي كلنا بنعرف نرسمها اللي احنا مش حافظينها. نحفظها ليه؟ ما تحفظش الصيد. ما تحفظ مين حاجه؟ طيب تتوقع ان انا هجيب الانفرس ازاي؟ اتوقع هاخد مين ولا مين؟ طيب ارسم واحد شمال الصفر. هو ممكن انا اخد من باي على تي مين؟ طيب ما تيجي ناخد واحد هنا كده. انا عاوز امشي زي كده. ما
لكن انت في الامتحان ليك الحريه اعمل اللي انت عاوزه. فالنقطه دي تبقى سالب مين يا جماعه؟ والنقطه دي سالب مين؟ سالب بار. احنا هناخد انه الجزء ده يا راجل لو انا خدت الجزء ده بص كده بالاحمر اهو تقل انت عندك بالقلم تقل قوي كده عليه اعمل قلم تخين كده وده هاخد مهم. النقطه دي احداثياتها ايه؟ وايه؟ النقطه دي ايه؟ او احداثيات النقطه دي ايه؟ وايه؟ سالب واحد. سالب واحد. لسه ما تعرفش الشكل اهو امشي معايا وقول لي هتعمل ايه قبل ما حد نفس اللي عملته في الشكل اعمله ايه؟ تعالى نمسك الجزء ده النقطه دي احداثياتها ايه؟ ايه هنا ايه؟ وهي حته وضيع على اتنين يعني ضيع على اتنين اهي وادي واحد فين راس المنحنى؟ بيمس لينا يا جماعه. هو ده مش محور الوادي؟ ده محور الوادي. يبقى المفروض ان انا يمس مين؟ اهو يبقى النقطه دي. طيب نيجي للنقطه دي احداثياتها ايه؟ سالب واحد على اثنين وسالب واحد. يبقى سالب واحد سالب واحد ايه؟ سالب واحد على اثنين. يبقى النقطة راس المنحنى اهو بيمس مين المنحنى؟ كويس المحور ده مش محور الوزن؟ هنا يمس مين؟ عارف انت لو شربت كوباية شاي تروح للستة كوباية نسكافيه وتجيبهم بالعكس كوباية ياتسون وتجيبهم من النص كوبات قهوة نام نام بقى لا الصبح كده ولا عليه التحليل وقت التدريب هو اللي هيخليك كويس انا دايما بشبه ايه؟ لو انت في اعدادي هندسه ايه؟ زملائك ثلاثه توأم شكل بعض اول مره مش هتعرف تفرق بينهم ثاني يوم ثالث يوم بعد اسبوع هتعرف بعد اسبوعين هتعرف قوي بعد ثلاث اسابيع هتعرفوا من ظهرهم وصل كده المعلومة عرفنا بس لقيتك انت كل يوم بتشوفهم في ناس يقول لك ايه انا بنساهم بسرعه تعرف تعمل ورقه قدامك وانت بتذاكر انت وشك للحين طبعا ولا وشكوا للتلفزيون انا كنت دايما احب وانا وشي للحين عشان اعرف اركز ورحت كان هنا في دوري المسلمين وروح راسبها. وهنا المثلثية العكسية. بين كل مادة ومادة أقعد أبص عليها. أغمض عينيا وأكسب. أبص في الورقة وأكسب. تلاقي المحاضرة اللي بعدها أضاف لهم الدوال الزائدية والزائدية العكسية. اللي بعدهم المثلثية الأسية واللوغاريتمية. الحيطة مش هتكمل، صح؟ اللي يقدر يشيله وتحط جديد. كده. انت ممكن تعمل الحركه ديت تجيب ورقه صغيره كده وتحط فيها شويه اشكال كل شويه يبقى شكلهم مقلوب صح؟ ممكن الناس تعمل طيب كده ادي ست دوال مثلثيه عكسيه هتحط الهداوه وهم بالراحه اقعد اسال براحتك تحفظهم ازاي؟ دي مشكله انا قلت لك على افضل طريقه انا ماشي والله ما حافظها انا بستفاد طيب نخش المسائل طب امسح نور ده امسح نور طيب ماينس 1 باي اكس طيب ماينس 1 3 اكس زائد 1 اخدت الدوائر المثلثيه العكسيه ارسم بقى. طب هنعمل ايه؟ اول حاجه الدوائر المثلثيه العكسيه مش بريودك مش بريودك يعني مش متكرر تاخد بريودك كده ما لو بريودك مش هبقى لاقي
هي ان انا لما جيت اخد الانفرس خدت حته صغيره، فهي الدوائر الثلاثيه العكسيه مش بيريودك هي جزء. طيب انا النهارده عاوز ارسم دي او دي جت لي من الامتحان، لازم ترسم الداله الاصليه. هي الداله الاصليه هي دي. شوف بقى المهم حاجات دي اهو، هات لي جاي دي هو ده الشغل. اعمل ايه لما تجيلي مسألة؟ ارسم الداله الاصليه، ارسم اهو الداله الاصليه. مين الاصليه؟ واي تساوي ايه؟ ساين ماينس 1 مين؟ ما لسه رسمينها عامله ازاي؟ اعتقد ان هي كانت عامله والموجب واحد ايه؟ والنقطه اللي فوق دي مين؟ واللي تحت دي مين؟ دي اول حاجه تعملها. رقم 2 خد الزاويه اللي عندك دي، هو الدومين بتاع الداله دومين الداله مش اكس اكبر من او يساوي سالب 1 واقل من او يساوي 1، دي دومين مجال الداله الاصليه. اعمل ايه عشان اجيب الداله الجديده؟ خد الزاويه اللي عندك دي بار اكس وحطها بين الدومين اللي عندك بين البدايه ايا كان الداله اللي هتجي لك حطها دي. عشان اخلي اكس في طرف هقسم على ايه؟ يبقى اكس اكبر من مين واقل من مين؟ واقل من مين؟ طيب الرينج هنا ما اتغيرش ليه؟ هي في حاجه مضروبه هنا؟ اللي مضروب هنا هو اللي ياثر على مين؟ على الرينج ده. لا مفيش حاجه. طيب البريود احنا قلنا مفيش بريود. الدوال المثلثيه العكسيه مش حاجه اسمها بريود، لانها مفيش بريود. اللي انا الدوال الثلاثيه العكسيه اللي انا رسمتها في حاجه انا كررتها واحد ان انا مسكت جزء صغير ورقبته، لكن المثلثيه فيها بريود. لكن المثلثيه العكسيه مفيش حاجه اسمها بريود. امال في ايه؟ في رينج لو حاجه مضروبه هنا. اللي هنا بقى ده هياثر لي على المجال. طيب يعني هي نفس الداله اللي اختلف مين؟ اللي اختلف المجال نفس الشكل، بس بدل ما من سالب واحد لواحد بقى من سالب واحد على باي لمين؟ لواحد على باي. طب والريج هو هو انا بس دي ممكن تيجي لك مساله مساله مهمه. طب دي اعمل فيها ايه؟ 3 اكس زائد 1 في حاجه مضروبه هنا؟ إيه؟ يبقى الريج مش هيتغير، هو الريج ده سالب بقى اكيد بقى. لكن مين اللي هيتغير هنا يا جماعه؟ المجال. وفي انا طريقتي ان انا امسك ان داخل الكود ده واساويه بصفر، تلاقي الاكس دي بتساوي ايه؟ سالب ايه؟ طب والواي هنا لما اساويها بالصفر تديني ايه؟ واي تساوي ايه؟ دي اللي اسمها المحاور الجديده يا جماعه. دي المحاور الجديده. يعني ايه؟ ادي الواي وادي الاكس، اكس تساوي سالب ثلث دي فين؟ مش هنا؟ تعرف تمسك الشكل ده بس تخلي بدل ما النقطه هنا كانت كام وكام؟ هنا بقت سالب واحد وسالب تون وصفر، صح؟ المحاور بقت هنا، تلاقي الشكل عامل ازاي؟ تلاقي الشكل عامل كده. النقطه دي كام؟ باي على دي. والنقطه دي اللي اتغير مين يا جماعه؟ اللي اتغير الدومين. الداله دي مين اللي فيها؟ سالب 2 على 3 ايه؟ للصفر. بنيجي نقول لك ايه؟ عاوز تجيب الدومين امسك دي برضه امسح ايه؟ الدومين سالب 1 على 3؟ لا في محاور الجديد. مجال فاير من اسمها اكس ميلي. شيل مجال الداله الاصليه وكانت نقطه التماثل هي نقطه 0 0. النقطه دي اتحركت بقى يجي المنحنى بالشكل ده. عاوز تجيب الدومين الجديد امسك امسك الزاويه الجديده دي 3 اكس زائد 1 خليها اكبر من او اقل من ايه؟ تبقى 3 اكس.
اكبر من ايه واقل من ايه؟ كده الاكس اكبر من ايه واقل من ايه؟ مظبوطه ولا لا؟ ده نوع من سالب ميعاد. طب بصوا كده، ايه رايك؟ المحاولة كده ايه يا جماعة؟ سالب واحد وسالب واحد مش دي تبقى واي ناقص باي على اتنين؟ تعرف ترسم المحاور الجديدة؟ هذا محور الواي من سالب واحد ثانية. ركز بقى بالراحة كده، النقطة دي بقى تحت زيادة سالب واحد وباي على ايه؟ بدالة مين؟ شيل الإزاحات اللي هنا وشيل دي، بقت ساين ماينس واي، مش ساين ماينس واي عاملة كده؟ المجال بتاعها هيبقى منين لفين؟ عاوز تجيب المجال، شايف الزاوية دي كده؟ اكس زائد واحد أقل من مين وأكبر من مين؟ يبقى الاكس اكبر من سالب 2 واقل من مين؟ مظبوط ولا لا؟ الدومين اهو. النقطه دي تبقى احداثياتها كام والنقطه دي احداثياتها كام؟ هي ساين ماينس 1 النقطه دي فوق محور الاكس بقيمه مقدارها كام؟ والنقطه دي تحت محور الاكس بقد ايه؟ باي على 2 تمام؟ يبقى النقطه دي المفروض خلي بالك ان الخط ده هو باي على 2.